حامض اميني نسميها بيبتيد، اللي اكبر من هذا العدد راح نسميها البروتينات. كل احنا نعرف وسامعين انه البروتينات مركبات واسعه الانتشار توجد في جسم الكائنات الحيه. عندنا بروتينات نباتيه، اكو بروتينات حيوانيه، لها ادوار مهمه في عمليات البناء، عمليات كمساعدات تدخل في تركيب معظم الانزيمات، الهرمونات كلها على شكل بروتينات. فالبروتينات مداها واسع بالعمليات الفسيولوجيه و critical important role. قلنا الاخضر ينحفظ بس بفهم انتم تكتبوا لنا اياه. البروتينز ار فيزيكالي اند فانكشنالي كومبلكس ماكرو مولكيولز ذات بيرفورم مالتيبل كريتيكالي امبورتنت رولز. اذا البروتينات مركبات فسيولوجيه ووظيفيه مهمه تدخل في عده ادوار لجسم الكائنات الحيه. فور اكزامبل ان انترنال بروتين نتورك السيتوكلتون مينتين سيلولار شيب اند فيزيكال انتجريتي. مثال على البروتينات هي البروتينات الداخليه تعمل كشبكه نتورك للسيتوكلتون اللي هذا يسوي لنا عمليه مينتين تنظيم ومراقبه اشكال الخلايا وعملياتها الفسيولوجيه الداخليه. الاكتين والمايوسين الفايلمنتس فورم ذا كونتراكتل المجنري اوف مسل. البروتينات اللي هي الاكتين والمايوسين تنطي اشكال ووظائف الالياف الهيكليه للعضلات. الهيموغلوبين اهم مثال على البروتينات اللي هو ينقل الاكسجين ويرجع ثاني اكسيد الكربون، يعني مهمته هو نقل الغازات وكذلك نقل المواد المتأيضة ونقل الدراجز، نقل أي مواد تدخل للجسم يقوم بها الهيموغلوبين اللي هو عبارة عن بروتين وبروتين رباعي. هذه أمثلة توضح أدوار البروتينات. الإنزيمات هي أحد أنواع البروتينات. إنزيمات كل إحنا نعرف دورها كاتالايز رياكشن ذات جنريت انرجي. بوجود الإنزيم التفاعلات تحدث بصورة أسرع، ماكو إنزيمات التفاعلات تأخذ وقت أطول. والإنزيمات معظمها أغلبها هي عبارة عن بروتينات، بعض الإنزيمات بروتينات معوضة بها بعض العناصر أما حديد أو نحاس، فبنائها الوظيفي الأساسي هو بروتين. Synthesize and degrade biomolecules, replicate and transcript gene process mRNAs. فالإنزيمات تدخل في كل هذه العمليات. الريسبتورز enable cells to sense and respond to hormones and other environmental cause. Protein are subject to physiological and functional change that mirror the life cycle of the organism in which they reside. إذن البروتينات عناصر مهمة لدورة حياة الكائنات الحية. نعم أكبر هيجي تمام. An important goal of molecular medicine is to identify biomarkers such as proteins and or modification to proteins whose presence, absence or deficiency is associated with specific physiological states or disease. In order for a newly synthesized polypeptide to mature into a biologically functional protein capable of catalyzing a metabolic reaction, powering cellular motion, or forming the micromolecular roots and cables that provide structural integrity to higher bones, tendons, and teeth, it must fold into a specific three-dimensional arrangement or conformation. And then conformation اللي هي الوضعية للبروتين هي الشيء المهم اللي ينطي الوظيفة الأساسية لهذه البروتينات وتعمل كmolecular medicine. إذن البروتينات ممكن أن تخلق منها كدراكس. مرات الدراكس من نشوفه مكتوب عليه نوع من الإنزيمات. إذن الإنزيمات هي نوع من البروتينات، فيدخل البروتين في تخليق الدراكس.
تعتمد على الموديفيكيشن والكونفرميشن. الدراجز من نعطيه المفروض ياخذ نفس الشكل للمكونات الحيه للخليه الموجوده بجسم الكائن الحي حتى تستقبل الريسبترات ويكون مشابه له. هسه من راح ناخذ ان شاء الله موضوع الانزيم كاينتكس راح نشوف شلون يصير التشابه بين الماده الفعاله للعلاج وهي الماده الاساسيه اللي موجوده عندنا، فيجي العلاج مكان هذه الماده ويدخل للخليه ويؤدي دوره كعلاج لبعض الالتهابات او بعض العدوى. كل هذا يعتمد على الكونفرميشن اللي هو خاص بالبروتينات، لان البروتينات عندها اشكال اربعه، فممكن ان يحدث لها عمليه تحول بوست ترانزليشن موديفيكيشن، عمليات التحول والتطوير. قلنا ذاك الاسبوع انه يصير لها عمليه اعاده تحوير تجميل، زين؟ فهذا إعادة التجميل للبروتينات ينطيها شكل جديد أحسن من الشكل الأصلي وتؤدي دورها أفضل وأسرع وبتقنية وسنسيتيف أعلى. During maturation, post-translation modification may added new chemical groups or remove transneeded peptide segments. خلال عملية maturation، خلال عملية النضوج، عمليات البوست ترانزليشن موديفيكيشن تصير. زين شلون تصير؟ تصير بإضافة أو حذف. added or remove، تضيف مجاميع كيميائية اللي يحتاجها البروتين تكون على شكل بيبتايد سيجمنتس، فمعناها الإضافة تكون على البيبتيدات قبل ما ترتبط وتكون لنا بروتينات. قلنا البيبتيدات أقل عدد ووزن جزيئي من البروتينات، فهذه الإضافات، الإضافة أو الحذف اللي تصير حتى تصير بوست ترانزليشن موديفيكيشن تصير على البيبتايد سيجمنتس. Genetic or natural deficiency that impede protein maturation are deleterious to health. هذه الإضافات الجينية أو إضافات خلال عمليات التغذية تكون مهمة للصحة. Examples of their former include Creutzfeldt-Jakob disease, Sickleby, Alzheimer disease, and Buffin spongiform encephalopathy, MADCO disease. هذه أنواع من الأمراض تحدث فيها عمليات خلل بتخليق البروتين تؤدي إلى عمليات post translation modification غير مرغوب بها، مثل الزهايمر والكروز جاكوب ديزيز وعملية المرض اللي يسموه مالت اللي ضرب الأبقار سنة 2003 و2004. هذا كله صار بسبب عمليات تخليق بروتينات إضافية غير مرغوب بها. Another example is scurvy, ascorbic acid and Meynex syndrome. هذه عمليات تحدث لعناصر الاسكوربيك أسيد والسيو. الاسكوربيك أسيد هو فيتامين سي. فيتامين سي يوجد ب هيئتين مؤكسدة ومختزلة في الجسم. المختزلة هي اللي تشتغل، المؤكسدة اللي احنا ناخذها. بتحويلها من مؤكسدة إلى مختزلة تحتاج إلى بروتينات. فمن يصير خلل بهذه البروتينات راح يؤدينا إلى حدوث مرض السكيرفي، وكذلك مرض المينكس ساندروم من يصير خلل بتحويل السيو موجب اثنين، سيو موجب واحد. Generation therapeutics for hepatitis C and other viral disease seek to block the mutation of virally encoded protein by inhibiting the activity of the cyclophilines, a family of peptide protein cis trans isomerase. الهباتيتس سي اللي هو اليرقان الكبدي من نوع سي، و
اغلب الامراض اللي هي فيروسيه علاجها يكون بايقاف بلوك ميوتيريشن نضوج ايقاف نضوج virally encoded proteins ايقاف نضوج او بدء عمليه تخليق بروتينات شلون يصير عن طريق inhibiting the activity of the cyclophilin هذه البروتينات يتم ايقاف تخليقها بالبيبتيدايل بروتين سيز ترانز ايزومريز هذه هي الانزيمات اللي تساعد على ايقاف تخليق مثل هذه البروتينات هذه عباره عن امثله على البوست ترانزليشن موديفيكيشن الغير مرغوب في اللي يحدث في الخليه يسبب عده امراض هذه الامثله تنكتب وتنحفظ حسب ما انتم تفهمون الان كونفرميشن اند كونفيجريشن للبروتين معنى الكونفيجريشن والكونفرميشن الكونفيجريشن ريفيرز تو ذا جيومتريك ريليشن شيب بتوين ا جيفن سيت اوف اتومز فور اكزامبل ذوز ذات ديستينجويش وان فروم دي امينو اسيد Entire configuration of configurational alternative require breaking and reforming covalent bonds. The configuration, الوضعيات الفراغية للبروتينات أو شكل البروتينات هو الشكل الجيومتريك والعلاقة بين الذرات المكونة للحامض الأميني وراها للبيبتايد وبعدها للبروتينات. احنا قلنا الحامض الاميني متكون من ذره كربون متصله بيها اربع ذرات مرات تكون ذرتين شابهه واغلب الاحيان تكون الاربعه مختلفه وبالتالي تكون الذره نسميها كيراليه الكيراليه هي اللي تدور الضوء المستقطب سوي يمين وشمال الكونفرميشن هو سبيشال ريليشن شيب اوف افري اتوم ان مولكيول هنا الكونفرميشن هو وضعية كل ذرة خاصة بنفسها ومعزولة عن الذرة الثانية في هذه الجزيئة. Interconfiguration between conformers occurs with retention of configuration, generally via rotation about single bonds. هذه الكونفرميشن تصير من الذرة يصير لها دوران حول الآصرة المفردة. الدور حول الأصلة المفردة من هذه الأخضر نستفاد فقط نحفظ تعريف والاختلاف بين configuration والconformation الآن نجي للclassification of proteins اللي هي تصنيف البروتينات البروتينات نعرفها أنه بروتينات أحادية ثنائية ثلاثية رباعية راح ناخذ كل واحدة شلون تصير الأحادية شكلها ومثال عليها ومثلها ثنائية وثلاثية والرباعية اللي نريد نعرفه ونحفظه انه الكلاسس اوف بروتينز بيست ابون بروبرتيز such as solubility shape presence of non protein groups اذا العلماء صنفوا البروتينات على اساس اربع اصناف اعتمادا على خصائصها مثل الذوبانية الشكل وجود المركبات أو المجاميع غير البروتينية مثل الكبريت مرات نحاس مرات حديد فعلى هذه اعتمدوا على تصنيفها إلى أربع أصناف For example, the proteins that can be excreted from cell using aqueous solution of physiological pH and ionic strength are classified as soluble إذن كتصنيف مذائبة بروتينات ذائبة أو غير ذائبة البروتينات اللي ممكن أن تذوب بمحاليل المائية بالـ pH الطبيعية مالتنا هاي ممكن أن نسميها بروتينات ذائبة Extraction of integral membrane protein require dissolution of the membrane with detergent هذه أيضا هي البروتينات اللي مكونة للأغشية تحتاج إلى عمليات إذابة حتى تؤدي عملها. Globular protein are compact
إذا اعتمدنا على الشيب اللي هي الشكل فعندنا دائرية وعندنا مستطالة على شكل فايبر. الـ axial ratio, ratio of their shortest to longest dimension اعتماداً على معدل القطر مالتها. إذن تصنيفها يعتمد على solubility, shape, presence of non-protein groups. lipoproteins and glycoproteins. المقطع مضاف للبروتين لايبو وأخذناه بموضوع الدهون. أيضاً الجلايكو أخذناه موضوع الكربوهيدرات. المقطع لايبو والجلايكو مضاف للبروتينات معناها راح يصير مركبات متكونة من مجموعة بروتين مضافة إلها الليبيد ومجموعة من البروتين مضافة إلها الجلايكوسيد. لايبوبروتينات البروتينات الدهنية والبروتينات الكربوهيدراتية contain covalently bond lipid and carbohydrate respectively. الميوغلوبين والهيموغلوبين والسيتوكرومز and many other metal proteins contain tightly associated metal ions. اللايبوبروتينات مركبات تتكون من اتحاد البروتين والليبيد والبروتين والكربوهيدرات.